يعني لو تتغطى فيه والدنيا شوب على هذا سبحان الله بعطيك برودة، اتغطى من الشقة الثانية بعطيك حم. بس بدي اسيبها، بطلع على اولادي الصغار هيك صغار صغار صغار، بطلع فيهم بقول من وين بدهم، خلينا ناكل ربع البطن ولا البطن كله. شو بقول لك، الصلعه اذا ما غنتش بتستر، احنا سترانه سترانه. ليش؟ قول لي ليش، ايش السبب؟ لأنه بنبيع بضاعتنا بمخاسر عشان أنا. بالي بلاس، قناة فلسطين الرقمية.